قصص الأوائل عبرة وبيان، وبهديه وبنوره نطق الزمان. ما كان يوما من حديث يفترى، جل الذي قد أنزل القرآن، جل الذي قد أنزل القرآن، جل الذي قد أنزل القرآن. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه إلى يوم الدين. قصص الأوائل عبرة وبيان، وبهديه وبنوره نطق الزمان. ما كان يوما من حديث يفترى، جل الذي قد أنزل القرآن. مع قصة جديدة من قصص القرآن الكريم، ألا وهي قصة أصحاب الفيل. قال الله تبارك وتعالى، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل، ألم يجعل كيدهم في تضليل. كان من شأن قصة الفيل أن ملكا كان باليمن غلب عليها وحكمها، وكان أصل هذا الملك من الحبشة، يقال له أبرهة. بنى كنيسة بصنعاء فسماها الكليس، وزعم أنه يصرف إليها حج العرب، يعني بدل ما الناس تروح تحج الكعبة المشرفة تذهب إلى هذه الكنيسة وتحج، وحلف أن يسير إلى الكعبة فيهدمها. حلف أنه يذهب إلى الكعبة المشرفة التي بناها إبراهيم عليه السلام وإسماعيل، ويهدم الكعبة المشرفة، ويهدم الكعبة المشرفة. بنى كعبة من ذهب داخل الكنيسة ليصرف الناس عن بيت الله الحرام بمكة، ظنا منه أنها كعبة مثل الكعبة المشرفة. فلما لم يتجه إلي أحد قرر هدم الكعبة، قرر هدم الكعبة. فخرج ملك من ملوك حمير في من أطاعه من قومه، يقال له ذو نفر، رجل ملك من ملوك حمير اسمه ذو نفر، فقاتله، يعني إيه، لغضبه وغيرته على الكعبة المشرفة، فهزم أبرهة وأسره. فلما أتى به قال له ذو نفر، أيها الملك لا تقتلني، فإن استبقائي خير لك من قتلي. فاستبقاه وأوثقه، يعني ربطه وقيده، ثم خرج سائرا يريد الكعبة، حتى إذا دنا من بلاد خثعم خرج إليه النفيل بن حبيب الخثعمي ومن اجتمع إليه من قبائل اليمن، فقاتلوه فهزمهم وأخذ النفيل. فقال النفيل، أيها الملك إني عالم بأرض العرب فلا تقتلني، وهتان يداي على قومي بالسمع والطاعة. فاستبقى وخرج معه، يعني حتى يكون دليل لأرض العرب أو للكعبة المشرفة. هكذا كان العرب يعظمون بيت الله الحرام من عهد إبراهيم عليه السلام، لذلك كانوا يخرجون لحرب أبرهة عندما علموا بنيته في هدم الكعبة المشرفة. كانوا يخرجون لحرب أبرهة قبل أن يأتي إلى الكعبة المشرفة عندما علموا بنيته في ذلك. حتى إذا بلغ الطائف، يعني وصل أبرهة إلى الطائف، خرج إليه مسعود ابن معتب في رجال ثقيل، فقال، أيها الملك نحن عبيد لك، ليس لنا عندك خلاف، ليس لك عندنا خلاف، يعني ما فيش خلاف بيننا وبينك، إنما تريد البيت الذي بمكة، نحن نبعث معك من يدلك عليه. فبعثوا معه مولا يقال له أبو رغال، فخرج معهم حتى إذا كان بالمغمس مات أبو رغال، أهلكه الله تبارك وتعالى قبل أن يدلهم على الطريق إلى البيت الحرام. وبعث أبرهة من المغمس رجلا يقال له الأسود ابن مقصود
على مقدمة خيله، فجمع إليه أهل الحرم، وأصاب لعبد المطلب سيد مكة 200 بعير، ثم بعث أبرهة حناطة الحميري إلى أهل مكة، رجل اسمه حناطة الحميري إلى أهل مكة، فقال: سأل عن شريفها ثم أبلغه أني لم آتي لقتال، إنما جئت لأهدم هذا البيت. فانطلق حناطة حتى دخل مكة، فلقي عبد المطلب بن هاشم فقال: إن الملك أرسلني إليك ليخبرك أنه لم يأتي لقتال إلا أن تقاتلوه، إنما جاء لهدم هذا البيت ثم الانصراف عنكم، يعني جاء عشان يهدم الكعبة المشرفة ويرجع. فقال عبد المطلب: ما عندنا له قتال. فقال: سنخلي بينه وبين البيت، فإن خلى الله بينه وبينه فوالله ما لنا به قوة. قال: فانطلق معي إليه. فخرج عبد المطلب معه حتى قدم المعسكر، وكان ذو نفر صديقا لعبد المطلب، فأتاه فقال: يا ذا نفر، هل عندكم من غناء فيما نزل بنا؟ فقال: ما غناء رجل أسير لا يأمن من أن يقتل بكرة أو عشية، لأنه مربوط وموثق بالحبال ومقيد، لا يأمن من أن يقتل بكرة أو عشية، ولكن يقول: ولكن سأبعث لك إلى أنيس سائس الفيل، فآمره أن يصنع لك عند الملك ما استطاع من خير ويعظم منزلتك عنده. قال: فأرسل إلى أنيس فأتاه فقال: إن هذا سيد قريش صاحب الكلمة بمكة، الذي يطعم الناس في السهل والوحوش في الجبال، وقد أصاب له الملك 200 بعير، فإن استطعت أن تنفعه فانفعه، فإنه صديق لي. بهنا أبو نفر كلم سائس الفيل حتى يشفع له عند أبرهة، فقال له: وقد أصاب له الملك 200 بعير، فإن استطعت أن تنفعه فانفعه، فإنه صديق لي. فدخل أنيس على أبرهة فقال: أيها الملك، هذا سيد قريش وصاحب الكلمة بمكة، الذي يطعم الناس في السهل والوحوش في الجبال، يستأذن عليك، وأنه أحب أن تأذن له، وقد جاءك غير ناصب لك ولا مخالف عليك، فأذن له. وكان عبد المطلب رجلا عظيما جسيما وسيما، هذا وصفه، هو جد النبي صلى الله عليه وسلم، كان عظيما جسيما وسيما، يعني من يراه يهاب. فلما رآه أبرهة عظمه وأكرمه، يعني هابه وهاب منظره شكله، وكره أن يجلس معه على سريره وأن يجلس تحته، يعني يبقى يجلس هو كده فوق على العرش بتاعه، ويكون عبد المطلب جالس على البساط في الأسفل. فهبط إلى البساط فجلس عليه معه، فقال له عبد المطلب: أيها الملك، إنك قد أصبت لي مالا عظيما فارضده علي، يقصد بالمال يعني الإبل. فقال له: لقد أعجبتني حين رأيتك، يعني أنا هبتك لما شفتك وأعجبني منظرك، وهابه لأنه رآه عظيما جسيما وسيما. يقول له: لقد أعجبتني حين رأيتك، حين رأيتك، ولقد زهدت فيك. لما تكلم عبد المطلب نزل من نظر أبرهة، يقول: ولقد زهدت فيك. قال: ولما؟ قال: جئت إلى بيت هو دينك ودين أبائك لأهدمه، فلم تكلمني فيه، ما كلمتنيش في البيت. عبد المطلب لم يتكلم في البيت، وإنما تكلم في إيه؟ في مالي وما أراد. أقول له: فلم تكلمني في البيت، وتكلمني في 200 بعير لك؟ قال: أنا رب هذه الإبل ولهذا البيت رب يحمي أو رب سيمنعه. كان عبد المطلب على يقين أن الله تعالى لن يضيع بيته ولن يتركه في أيدي هذا الطاغية. قال: ما كان ليمنعه مني؟ قال: فأنت وذاك. قال: فأمر بإبله فردت عليه، خذ الإبل بتاعته والأمر انتهى. ثم خرج عبد المطلب وأخبر قريش الخبر، وأمرهم أن يتفرقوا في الشعاب. وأصبح أبرهة
بالمغمس قد تهيأ للدخول وعبأ جيشه وقرب فيله وحمل عليه قرب فيله وحمل عليه ما أراد أن يحمل وهو قائم. فلما حركه وقف وكاد أن ينزل إلى الأرض فيبك، الفيل وقف وكاد أن ينزل إلى الأرض إيه فيبك، فضربوه بالمعول في رأسه فأبى، يعني الفيل لم يستطع أن يتحرك هيبة من بيت الله الحرام، ورأى ما ينتظره من الهلاك، فأدخلوا محاجن لهم تحت مراكه ومرافقه فأبى، فوجهوه إلى اليمن فجرى، يوجهوه لليمن يمشي ويجري، فصرفوه إلى الحرام إلى الحرم فوقف، يجي ناحية اتجاه الحرم الشريف يقف ولم يتحرك أبدا، إلى اليمن يجري وهكذا. ولحق الفيل بجبل من تلك الجبال وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل. فأرسل الله تبارك وتعالى الطير من ناحية البحر مع كل طير ثلاثة أحجار، حجران في رجلي وحجر في منقاري، ويحملنا أمثال الحمص والعدس من الحجار. هنا يعني إبرهة وجيشه جاءوا ليهدموا البيت بالأفيال العظيمة الضخمة، فأهلكهم الله تبارك وتعالى وأفيالهم بطيور صغيرة ترميهم بأحجار صغيرة في حجم حبة العدس، وما يعلم جنود ربك إلا هو. هو جاء بجيش عظيم بأفيال عظيمة ولكن هزمهم وأهلكهم الله تبارك وتعالى بطيور صغيرة ترميهم بأحجار صغيرة في حجم حبة العدس. سبحان الله، ليرينا الله تبارك وتعالى أن قدرته فوق كل معقول وأنه قادر على حماية بيته ودينه وأوليائه جل وعلا. وجعل أبرهة وبعث الله تبارك وتعالى الله تبارك وتعالى أرسل هذا الطير الأبابيل يرميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. فلم تصب تلك الحجارة أحدا إلا هلك. وبعث الله تبارك وتعالى على أبرهة داء في جسده كما قال المفسرون، ورجعوا سراعا يتساقطون في كل بلد، وجعل أبرهة تتساقط أنامله كلما سقطت أنملة أتبعها مدة من قيح ودم، فانتهى إلى اليمن. هو مثل فرخ الطير في من بقي من أصحابه ثم مات. الله تبارك وتعالى ما أمته في الحال حتى يذوق العذاب في الدنيا بما أراد وبما أراد أن يفعل وبما أراد من تحدي لله تبارك وتعالى ولبيته العظيم، حتى إذا لقي الله تبارك وتعالى أذاقه الله تبارك وتعالى العذاب الأليم في الآخرة. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ ألم، هنا يخاطب الله تبارك وتعالى نبيه صلى الله عليه وسلم ويخبره بما فعل الله تبارك وتعالى بأبرهة وبجيشه العظيم والمقاصد هذه السورة إظهار قدرة الله تبارك وتعالى على حماية بيته الحرام تذكيرا وامتنانا. ألم ترى، يعني ألم تعلم أيها الرسول كيف فعل ربك بأبرهة وبأصحابه أصحاب الفيل حين أرادوا هدم الكعبة؟ ألم يجعل كيدهم في تضليل. لقد جعل الله تبارك وتعالى تدبيرهم السيء لهدمها في ضياع، فما نالوا ما تمنوه من صرف الناس عن الكعبة وما نالوا منها شيئا. وأرسل عليهم طيرا أبابيل، وبعث عليهم طيرا أتتهم جماعات جماعات ترميهم بحجارة من سجيل، يعني ترميهم بحجارة من طين متحجر، فجعلهم كعصف مأكول، جعلهم الله تبارك وتعالى كورق زرع أكلته الدواب ودسته. من فوائد هذه الآيات الكريمة
دفاع الله تبارك وتعالى عن بيته الحرام، وهذا من الأمن الذي قضاه الله تبارك وتعالى له. هذا والله تبارك وتعالى أسأل أن يجعل ما قلته وما سمعتموه مني زادا إلى حسن المصير إلي، وعتادا إلى يوم القدوم علي، إنه بكل جميل كفيل وهو حسبنا ونعم الوكيل. وهنا انتهت هذه السلسلة المباركة، سلسلة قصص القرآن الكريم. مر معنا من القصص قصة أصحاب البقرة، قصة هاروت وماروت، قصة طالوت وجالوت، قصة العزير، قصة ابني آدم، قصة أصحاب السبت، قصة أصحاب الكهف، قصة صاحب الجنتين، قصة موسى عليه السلام والخضر، قصة ذي القرنين، قصة قارون، قصة سليمان عليه السلام مع بلقيس ملكة سبأ، قصة أصحاب القرية، قصة مؤمن آل فرعون، قصة أصحاب الجنة، قصة أصحاب الأخدود، وكانت الخاتمة اليوم قصة أصحاب الفيل. ونسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا لما يحب ويرضى، وأن يأخذ بناصيتنا للبر والتقوى. وإلى اللقاء في سلسلة جديدة بإذن الله تبارك وتعالى، والحمد لله رب العالمين، وتقبل الله عز وجل منا ومنكم الطاعات. ونسأل الله عز وجل أن يجعلنا في هذا الشهر الطيب المبارك من المقبولين ومن عتقائه من النيران. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.